ليه تشتري ام 3 لو ممكن تشتري ام 340؟ النهارده معانا معشوقه الجماهير الجي 20 الام 340 ال سي اي، يعني الفيس ليفت بلغه بي ام دبليو. تعالوا نشوف تجربه القياده واكيد التسارع، يلا بينا. واول حاجه كالعاده نبتدي بيها هي ثمن العربيه. ثمن العربيه الام 340 ال 24 الاكس درايف ثمنها الرسمي عند الوكيل 5.5 مليون. مواصفه العربيه جي 20 عملناها قبل كده كذا مره، طولها اكتر شويه من 4.7 متر، قاعده العجلات اطول شويه من 2.8 متر، والموتور هنا ال 3000 سي سي الست اسطوانات في خط مستقيم اللي بيولد 382 حصان و500 نيوتن متر. واصلين على نقل الحركه زاد اف 8 بيدفع الاربع عجلات بنظام اكس درايف. لكن العربية دي عشان فيها الاكس درايف سيستم فهي اتقل شوية، وزنها 1864 كيلو. التعليق الامامي بتاعها ماكفيرسون، كان المفروض يبقى مالتي لينك في العربية دي او دبل ويش بون، والخلفي مالتي لينك. ليه قلت في الاول تشتري دي ولا ام 3؟ لان دي محطوط فيها حاجات كتيرة قوي من الام 3، بس خلينا الاول نتكلم على المنظر الخارجي. اوكي، اول حاجة الانوار بي ام دبليو ال اي دي شكلهم حلو قوي، فيهم الحتة اللون الازرق بس دول مش ليزر لايتس عشان ما تغلطوش يعني. والشبكة هنا زي ما انتم شايفين متسودة بلاك اوت خالص، وفيها دول اللي زي الشراع بيفتحوا ويقفلوا عشان يزودوا التهوية. وزي ما انتم شايفين العربية فيها كاميرات 360 وحساسات امامية. اللون الرمادي عامل كونتراست حلو مع الاسود، ودي فتحة حقيقية، وهنا عندي كده حتة رياضية من تحت شكلها حلو، شكلها عدواني، ويمكن شكلها يعجبني أكتر من الام 3. الشبكة دي انتوا عارفين عندي مشكلة كبيرة معاها. أوكي، لكن من فوق عندي الخطوط التقليدية بتاعت الجي 20. لو بصيتوا على الشكل كله على بعضه، لا شكلها رياضي وعدواني كمان بالشبكة اللي متسودة. تعالوا نشوف أهم حاجة في العربية، الموتور. نفتح دبل كليك. هنتكلم بقى على التعديلات اللي معمولة في الموتور. اوكي، مبدئيا من تحت هنا، بس هو مش باين قوي دلوقتي عشان دول قافلين، في شدادات اضافية، دي واحدة من الحاجات اللي بتقوي العربية. وكمان الموتور في تبريد اضافي للزيت ومروحة الرادياتير ودايرة التبريد الامامية كلها اكبر عشان تساعد على تبريد العربية. العربية بتولد رقم كبير، 382 حصان و500 نيوتن متر بيدفعوا العجل الاربعة بالزد اف 8، وبيقولوا 0-100 في 4.1 ثواني. ولكن تعالوا اتفرجوا برضو على ضخامة الموتور. ما عنديش شدادات من فوق زي ما انتم شايفين، ولكن بصوا على الموتور مصفح من تحت. بصوا في اي حتة فاضية زي كده تلاقوا انه ايه، مفيش اي حاجة، مقفول خالص. موتور هايل مشهور جدا، ومشهور ان انت ممكن تعمل تيونينج جامد للموتور ده وتطلع منه ارقام رهيبة، ولكن انا بتهيالي كفاية كده. طيب في ايه تاني؟ عندي ام ديفرنشال، ودي حاجة مهمة جدا. اوكي، الام ديفرنشال ده بيخلي العربية تاخد الملفات احسن وتطلع من الملفات باسلوب رياضي اكتر، ودي واحدة من الحاجات برضو اللي بتساعد في الاداء وممكن برضو تساعد في التسارع. طيب تعالوا نشوف قفلت الكبوت مظبوط. ايوه اوكي قفل. تعالوا نشوف العربيه من الجنب. اوكي، الحته دي هنقف عندها شويه. الكاوتش، الكاوتش هنا بايلوت سبورت 4S، كاوتش هايل. الفرامل اكبر، هي مش كروس دريلد بس نفس مقاس اللي موجودين في الام 3، والكاليبر طبعا مدهون بالازرق زي ما انتم شايفين وعليه علامه ام، فكل حاجه حلوه جدا. والتعليق كمان متغير. ايه متغير دي؟ متغير في نمطين يا جماعه، كومفورت وسبورت، فكمان تعليق متغير مع ال 19ات ماسك كاوتش، نسيت اقوله لكم، بس 225/40/19 مقاس رياضي. وكان عيب ال 340 قبل كده انها كانت ناشفه جدا في المطبات، زائد الفرامل عوضوها، كبروا الفرامل كمان. اوكي، المرايه، المرايه لازم نتكلم عليها، مرايه ام. اوكي، دي واحده برضو من الحاجات ومتعتمه او سودة طبعا زي ما انتم شايفين، وبرضو فيها كاميرا اضافيه، والقوايم هنا متسوده. طبعا انت ممكن تشتري ام بارتس، يعني لو حبيت بقى تحط عتب اضافي رياضي اكتر، لكن هنا الشكل اللي هو الكلين لوك. اما الكاوتش الخلفي 255/35/19 بوصه، برضو ميشلان بايلوت سبورت 4 اس ال، يعني هيكونوا مغيرينه. وزي ما انتم شايفين برضو الديسكات والكاليبر مدهون بالازرق. تعالوا نبص على العربية من ورا أو من الثلاث أرباع عشان نشوف الخطوط بتاعة العربية. احنا عملنا كذا جي 20 على القناة دي، مش أول واحدة، بس دي أول 340 تطلع على القناة من الجيل الجديد. طيب دي عشان ال LCI، ففيها برضو التغييرات اللي معمولة هنا بالأسود،
شايفينها؟ وبرضو عندي ايه؟ علب حوالين فتحات الشكمان، علب كبيرة قوي بس شكلها حلو مش مضايقني. وطبعا حتة ديفيوزر هو عيرة ما بيعملش اي حاجة خالص، ولكن عندي من هنا كده ايه؟ حتة سبويلر صغير في الحتة دي، اوكي؟ او جنيح صغير مش سبويلر يعني. ولكن الانوار بتاعت بي ام دبليو دايما حلو قوي، لو انتوا واخدين بالكم متشال من عليها الاكس درايف، بس صدقوني دي الاكس درايف. تعالوا نشوف عندنا ايه ورا في الام 340. اوكي، عندي الانوار LED، اوكي، المواد كلها بريميوم جدا، وعندي كات اوتس نفس قاعده العجلات، اطول شامل 2.8 من 10، عندي نفق كبير جدا، اوكي. لكن برضو في تحسن في الكراسي، كنا يعني دي مش اول جي 20 ولكن بس نتفرج على 340. هنا عندي زون اضافيه للتكييف ومخارج يو اس بي سي زي ما انتم شايفين، اوكي. من هنا عندي ايه؟ الله، الكاب هولدرز المقفوله بحبهم قوي، بس البلاستيكة دي علقت كمان مره. اوكي، كنتش دوست دوسه حد كفايه. بصوا على الكراسي برضو حلوه قوي وحاضنه، طبعا القعده في النص مش سهله، ارتفاع الراس كويس قوي، كلنا عارفين الجي 20 اكيد عملناها قبل كده. تعالوا نشوف عندي ايه هنا، عندي بيبان برضو كلها سوفت، كل ماتيريالز حلو قوي، لون الجلد حلو ماشي مع العربيه الخارجي، وعندي نظام الصوت هارمن كايدن، ومساحه التخزين هنا كبيره. استنوا بقى، ايوه، عايز اشوف الازاز هنا دبل ولا لا. الازاز سنجل هنا لكن قدام دبل، فده بيفرق جدا في عزل الصوت. تعالوا نتفرج على العربيه من قدام. فدي ال LCI واخده الشاشات الكيرفد الكبيره قوي الملضومين في بعض، كنا استعرضناها قبل كده في ال 320 لو فاكرين، بس دي فيها هيدز اب ديسبلاي ومعلوماته غزيره جدا هنتفرج عليه حالا. المواد كلها سوفت وحلوه قوي، دايما بتكلم شويه على الحته دي انها مش ماشيه مع بقيه الديزاين بتاع الكونسول كله. ولكن هنا بقى عندي كاربون فايبر برضو، اوكي، ده كله ريل كاربون فايبر، ده مش ضحك يعني، ده كاربون فايبر من هنا وكاربون فايبر من هنا ونقل الحركه، اوكي، الشيفت باي واير زي ما انتم شايفين. وعندي الانماط القياده كلها من هنا زي ما انتم شايفين برضو، اوكي، الميديا كالعاده هم بيحتفظوا بالحته دي. وهنا عندي الحته دي بتفتح سوفت، فيها وايرلس تشارجنج وكمان مخرج يو اس بي عادي. وهنا كاب هولدرز مش كبار قوي، ولاعه، بس الحته دي شيك جدا والماتيريال شيك، وطبعا البيلد كواليتي كله في بي ام دبليو هايل. من هنا عندي مكان تخزين مش كبير، وعندي مخرج يو اس بي سي، اوكي. نيجي بقى من فوق، طبعا المرايه تعتيم الكتروني، وعندي التحكم في فتحه السقف زي ما انتم شايفين. وتعالوا نشوف عندي انوار هنا، عندي انوار هنا اهي، اوكي. وايه تاني؟ تعالوا نشوف درج التابلو. بصوا بقى الدامبنج حلو ازاي ومتبطن بالجوخ، اوكي؟ مدي لها معاملة مخصوصة جدا العربية دي، وفيها امبيانت لايتس طبعا كالعادة. عجلة القيادة طبعا ام، وعندي بادل شيفترز من هنا حلوين برضو، بس بيتحركوا بعجلة القيادة، وعليها طبعا ام بادجنج من هنا. يمكن بعيب عجلة القيادة شوية كلها على بعض انها ما بقتش بحلاوة العجل القيادة بتاع مرسيدس مؤخرا، اللي بقى شكله حلو قوي. دي لسه شوية ايه؟ يعني فيها ايه، قديمه شويه، ولكن برضو مازال باين لي الشاشتين الملضومين في بعض. من هنا هنستعرضها حالا الشاشات، ومن هنا عندي التحكم في الانوار، وطبعا من تحت برضو عندي بدلات رياضيه زي ما انتم شايفين. ومن هنا عندي الكيك بليت عليها ايه، ام، طبعا الكراسي كهرباء وفيها حركه كبيره ودعم كمان للقطنيه. طبعا برضو هنا مساحه التخزين حلوه، تاخد ازازه كبيره، وهنا في مساحه اضافيه بس مش بتبطنه، والصوت هارمن كاردن، وهنا فيها الامبيانت لايتس. كنا استعرضنا الشاشه دي قبل كده في ال 320، اوكي، حلوه الاي درايف الجديد، ولكن كالعاده عندي الزراير بتاعت الكلايمت مانيو بقت على طول سوفت من على الشاشه، ما فيش اي زراير ليها ثابته. كلايمت مانيو كده، كلايمت مانيو يرجع لي تاني كده، افتحه كده، اقفله واقفل المروحه خالص كده، قفلت كل حاجه في الكلايمت مانيو. طيب، عايز اوريكم الحته بتاعت العربيه، الحته اللي هي تهمنا، اوكي، راوت بريفيو ترافيك. تعالوا نشوف هنا لايف فييكل، دي واحده من الحاجات الحلوه اللي ممكن تتفرجوا عليها، اللي هي ايه، واخدين بالكم، بتجيب لك سامعين الصوت كمان، يعني الصوت حامي جدا، والحراره دي مهمه جدا. فييكل ابس، تعالوا نشوف فييكل ابس، سيستم سيتنجز، لا درايفنج سيتنجز، دي تهمنا جدا. تعالوا نشوف الدرايفر اسيستنس، اوكي، باركينج اند مانوفرنج، ساوند اوف باركينج، اوتوماتيك باركينج ديستنس كنترول، بانوراما، بالمره نشوف كاميرا الرجوع،
ال 360 ال 3D وعاملين لون العربية. برافو بي ام دبليو، برافو برافو، دي مش صدفة، ده لون العربية بجد. والكاليبر الازرق والبيردز اي فيو حلو جدا، وفيها بارك اسيست وباركينج البارك بايلوت بتاعها والريفرسينج اسيست اللي كنت استعرضته لكم زمان في اول جي 20 على القناه لو فاكرين. نرجع تاني بقى، بس المنيو سيستمز بتاعتهم بقت معقده بزياده. لازم اجي هنا بقى وارجع لدرايف سيتنجز تاني وارجع لدرايف الحته دي عشان اوريكم بس الحته بتاعت سبورت انديفيديوال. من ضمنها تعرفوا بقى ايه عندي؟ الدامبنج، التعليق بتاع العربيه كومفورت يا سبورت، الستيرنج اوكي، الدرايف ترين الموتور يا كومفورت يا سبورت بلس عشان يتطور اكتر، وكمان نقل الحركه يتحرك مكان يعني باسرع ولا لا. دي الاختلافات الرئيسيه. اوكي اتفرجوا على الهيدز اب ديسبلاي في العربيه، برضو الوان وشكله حلو جدا ودايما بيبقى مفيد وانت سايق العربيه. الشاشه اللي قدام السواق كنا استعرضناها قبل كده برضو، واخدين بالكم ممكن اغير المحتويات بتاعت الهيدز اب ديسبلاي. اوكي نافيجيشن، في بيانات كتيره، وبعدين ارجع للشاشه اللي قدامي. انا كده حاليا في مود اقتصاديه اكيد من الالوان، ممكن احطها في كومفورت ده اللون الطبيعي، وسبورت جايب لي كمان جي ميتر وكل حاجه احمر شويه زياده، حلوين جدا بس برضو مش بمرونه مرسيدس. تعالوا نجرب ال M340 اللي بالادابتف سسبنشن، اللي بالرير ديفرنشال، اللي بالاول ويل درايف، الاكس درايف، في حاجات كتيره العربيه. ايه اللي بالفرامل الاكبر؟ الحمد لله ان شاء الله هتقف العربيه، انا عندي امل انها تقف. زي ما انتم عارفين كذا M340 جم على القناه قبل كده من ال F30 اللي احنا بنحبها جدا في مصر ومنتشره جدا، ولكن دي في حته تانيه، دي دخلوا اكتر من ال M3 فيها، يعني M3 بجد مش بقى M3 لايت، ده ديفرنشال والفرامل الاكبر. طبعا الام 3 بتاخد كروس دريلد، الفرامل بتاعتها كروس دريلد، ولكن ان حاطط ديسك قد كده قدام دي حاجه كبيره جدا. طيب الاكس درايف، خدوا بالكم العربيه دي وكيل، والوكيل ما نزلش غير كام واحده بس 340 اكس درايف في الملف على طول. ده احنا كده في السسبنشن يا جماعه اللي هو كومفورت، هي ناشفه في كومفورت برضو على فكره عشان تبقوا عارفين. اللانوس مش هيديني الفرصة بتاعتي للأسف للأسف، وعامل فتحة شكمان، احترامنا كامل لللانوس. الزد اف 8 انا بحبه جدا وهم مكودينه حلو كمان. والمطبات في الكمفورت مش كمفورت قوي يا جماعة، بس بقى اكيد اقل من السبورت، يعني اقل حدة من السبورت سسبنشن. اوكي نحطها في سبورت وامرنا لله. عجبني جدا الهيدز اب ديسبلاي اللي في العربية لانه بياناته كتيره وحلو قوي، معمول كده بطريقه رياضيه، عندك جناحين زي ما انتوا شفتوهم. الكراسي حلو قوي، ما بحبش دعم القطنية قوي في عربياتهم، بحس ان هو مبالغ فيه. كده احنا بقى ايه، بقينا في المود التهريج. والتعليق نشف جدا، وفتح البوابات بتاعت الشكمان فبتلعب لي اصوات الز الز الز. التعليق نشف بوضوح، ما هوش يعني ابيض، يعني مش رمادي، ده ابيض واسود. وطبعا العربيه محدوده عند 250 كيلومتر في الساعه، اللي انت اكيد باي ليميتر يتشال هتلاقي فيه اداء اعلى من كده بكتير. لا لا عربيه وحش على الطريق، يعني انت لو كنت فاكرين ال 340 حاجه، الاف 30 دي في حته تانية خالص بالاكس درايف. والعزل بتاع العربيه اتحسنت اي، بس انا اتكلمت قبل كده في العزل فمش هعيده تاني. اداء 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 مفيش كلام، وفرامل الحمد لله، فرامل الحمد لله، شكرا ميرسي. عقدتي عقدتي. والزد اف جامد وبتبقبق وبتطلع اصوات فشار ورا مكنه فشار. على راي واحد صاحبي يعني. اوكي بصوا، انا قلت لكم قبل كده على الاي درايف الجديد، انا ما بحبوش صراحه، معقد قوي، وان التكييف بقى متشال بقى على طول في كلايمت مانيو، بتعقد الدنيا شويه زياده، بس هتتعود عليه. انا بفضل الستايل الاقدم اكتر، انا اول سكول، بس الشاشه اللي قدامك برضو فيها الوان وحركات وبتاع. كان المفروض الكراسي دي يبقى فيها دعم الجانبي اللي هم بيسموه لاترال سبورت عشان تمسكك، لان العربيه دي ممكن تاخدها في ملفات على سرعه عاليه عشان ايه الاكس درايف سيستم. وزن العربيه الحقيقة مش باين،
واللي مستغربه ان هم ماكفيرسون مش مثلا دبل ويش بون او زي ما اودي بيعملوا بيحطوا مالتي لينك قدام كمان، ومرسيدس ساعات في عربياتهم بيحطوا مالتي لينك، بس بي ام دبليو يعني بي ام دبليو يعني عربيه متعفرطه، الستيرنج بتاعها حاد جدا، والموتور وانت حاططها في المود الرياضيه عايز يتجنن، يعني بيقول لك صباح الخير عايز ايه بقى مني، عارف اللي هو شارب اسبريسو قهوه كتير ورا بعض ورا بعض ستة اسبريسو على الصبح، فالموتور عصبي وهايل، ولكن ده اللي بيخليهم بي ام دبليو. وحتى وانا في المود الرياضيه لقيت هو مش عايز يكيك داون، يعني مش عايز يريح العربيه خالص. طبعا في قدامنا عربيات مبطئه المسيره شويه، ولا هو هنا ولا هو هنا، مش عارف اقول له ايه يا جماعه، هو يمكن مش شايفني، غالبا مش شايفني. اوكي، ومش عايز اتغير النقله بسهوله، فانا عاجبني قوي الحته دي. اوكي، واكيد فيها لونش كنترول مش كده ولا ايه؟ اداء اداء اداء، اكيد الموتور ده مش 382 حصان، ده اكيد اكتر الصراحه، يعني احنا عارفين بي ام دبليو دايما بيعملوا الحركه دي، يقول لك موتورنا مش عارف 360 يحطوه على داينو يطلع اكتر من كده بكتير، والتورك برضو مش حاسسهم 500 حاسسهم اكتر. بس تعالوا نشوف الاداء كده في تجربه محدوده، رجلي على الاخر خالص عشان فيكم بيسال. سرعة عالية تمام العربية، وعزلها هايل وثبتها هايل وفراملها هايلة فعلا. ليه تشتري M3؟ عايز اكتر اوكي مش هعترض، بس دي M3 لايت، بس يعني مش لايت قوي. تعالوا نجرب التسارع ونشوف اللونش كنترول بتاعها هيعمل معايا ايه في التجربة. انت عارفين معقدني دايما، بس ان شاء الله هيشتغل كويس، حسنوه في الاجيال دي كمان برضه عشان تبقوا عارفين. طيب تعالوا نعمل تجربة التسارع. أول حاجة ماشي نحطها في سبورت بلس، كده بقت في سبورت بلس على طول اللي هو أعنف حاجة، ونقفل الثبات الإلكتروني. أوكي، دي اس سي أوف بقى، أوف خالص، دي اس سي أكتيف، دي أكتيفيتد، ونجيب نقل الحركة على اس كده. مفروض العربية تقدر تعمل لونش، رجلي على الفرامل على الآخر وهنشوف هنشوف. دي سريعة 4.22، و12 ثانية للربع ميل كمان تجربة. اوكي 4.2، هما بيقولوا 4.1 ده 0-60 ميل في الساعة، ف 4.2 ده ممكن يبقى رقم هايل جدا، بس ما عملتش برضو لونش كنترول. تاني حطها في سبورت، سبورت بلس على طول بتخش في اعنف مود عندها، هنقفل الثبات الالكتروني، هخليه تراكشن اوف اللي هو اخر مره عملته كومبليتلي اوف، وما فرقش لانها اول ويل درايف، وهجيب نقل الحركه على ايه؟ على اس. ورجلي جامده جدا على الفرامل، هرسها هرسها. اه كده اكتف ماشي كده عملتها 4.19، ما فرقتش مني قوي. ربع ميل هايل 12.3 هايل، وحش على الطريق. وزي ما شفتوا العربيه ما عملتش لونش كنترول غير لما ما قفلتش التراكشن كاملا، اول مره كنت عامله دي اس سي اوف خالص، لما عملت تراكشن اوف راحت شغلت اللونش كنترول الحمد لله، وما فرقش كتير خالص على اللي انا عملته، 4.22 في حالتي انا، 4.19 في حاله اللونش كنترول. العربيه رهيبه وادائها جيد جدا، لو فيها اوكتين اعلى من كده هتشوف احسن من كده، واكيد هنشوف تيوننج للعربيه دي ياما، تقريبا بنص ثمن الام 3 حاليا في مصر، فانا بالنسبه لي ام 3 كيلر طبعا اكيد. والتعليق حتى لو ناشف شويه في الموديل كومفورت، بس برضو بيفرق عن الموديل الرياضيه مع الفرامل. بس كده معشوقة الجماهير اتحسنت جدا عن الجيل اللي فات. لو عجبكم الكلام ده اعملوا لايك وسبسكرايب، ونتقابل في العرض القادم. سلام.